اوف المنظر ده. ودي يا جماعه عشه الحمام زي ما انتم شايفين كده اهي. هفتحها بقى كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت فاتحها طبعا يا جماعه هي مش متنظفه. انا في السطح يا جماعه وبعلف الطيور كده وسمعت صوت غريب طالع من عشه الحمام ودخلت اشوف ايه الصوت ده. لقيت المفاجاه دي. بس يعني الحمد لله هي حاجه كويسه وراحت في نفس الوقت. بس خير خير. تعالوا نشوف بقى الفيديو ده يا جماعه لان بجد مهم جدا وفي حاجات كتير جدا ناس منكم بتسال عليها وبتسال تعملها ولا لا وبتسال تنفع ولا لا. هنشوفها وهنعلف الطيور وهنتكلم شويه عن الحمام. شايفين ما شاء الله الحمام بتاعي واقف ازاي مستني ان انا احط له الاكل اهو. اللهم صل على النبي الله اكبر. ربنا يزيد ويبارك يا رب. والطيور اهي برضو. طبعا يا جماعه انا بحط للحمام عيش. بحط للحمام برضو عيش من العيش ده. يلا بينا كده يا جماعه ننزل نشترك في قناتنا يا ماتف زراعتي. لو مش مشتركين وما تنسوش يا جماعه بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو ده عشان يعني نسبه كبيره جدا منكم والله العظيم بتنسى تعمل لايك للفيديو. اعملوا لايك بقى للفيديو يا جماعه. ويلا بينا نروح نشوف الحمام ونعلف كده مع بعض ونشوف الصوت كان طالع من ايه. طبعا يا جماعه العيش بتاع الحمام اهو. وحاولت طبعا ان انا احطه في صينيه كبيره. وطبعا علشان انا معود ان انا احط للحمام الاكل هنا اهو. بصوا طبعا هو متعود ان هو ياكل فوق العيشه وحاطط له الميه يا جماعه. بس للاسف الغراب خاطف فيها صوف ارنب اهو. هغيرها لهم دلوقتي. شايفين بصوا بقى عشان ايه انا حاطه لهم هنا كده. معودهم ان هم ياكلوا ويشربوا فوق العيشه كده علشان بصراحه التصوير يعني عشان ايه التصوير وكده يعني بيكون شكلهم بصراحه ظريف. الفكره يا جماعه ان انتوا تخلوا الحمام يكون رشه طويل فهيبدا بقى ان هو يتعود على اي حاجه انتوا تعملوها له. انا عودته ان الاكل يبقى فوق العشه فهو متعود ان الاكل فوق العشه بتاعته على طول. يعني دي عشته وهو بياكل فيها. وطبعا هندخل بقى دلوقتي العشه ونشوفها ونعرف كل حاجه مع بعض. بس برضو حبيت اوريكم ان انا حاطط الاكل والميه فوق هنا. بص الحمامه دي حتى ما كانتش موجوده طلعت بتطلع. بيطلعوا من الخرام ياكلوا ويدخلوا تاني ما شاء الله. بصوا طبعا يا جماعه العيش كويس جدا في خميره وفي املاح وبيسمن الزغاليل وبيزود انتاج البيض. واهم حاجه ان انتوا تحطوا العيش طازه بطازه يعني شويه بشويه كده ما تسيبوش ينتن قدام الحمام. فبالتالي مش هيجيب لهم ديدان ولا حاجه. العيش اللي بيجيب ديدان اللي هو بيكون واقف عليه الدبان. يعني انتوا تسيبوه فتره طويله يقف عليه الدبان هيجيب لهم بقى ديدان. ويلا بقى كده نشوف اللقطه الجميله دي. بصوا عشان بس الناس بتحب تشوف المنظر ده. ودي يا جماعه عشه الحمام زي ما انتم شايفين كده اهي. هفتحها بقى كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت فاتحها. طبعا يا جماعه هي مش متنظفه لان هي بقالها فتره ما اتنظفتش يعني بقالها بتاع حوالي اسبوع. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما فيش ولا حمامه جوه كله على العشه بياكل اهو. حتى بعد ما انا ما هشيتهم اوريكم تاني كل الحمام البيض وكله. اي نعم شايفين الساده دي كانت راقده جوه على البيض طلعت برضو اللي هي تاكل اهي. شفتوا الساده دي كانت راقده على البيض طلعت ان هي تاكل. تعالوا بقى ندخل نعرف سر الصوت ده اللي كان مطلع الصوت ده وكان عامل الحمامه اهوت بقى بعد ما كل ودخل. شايفين الحمامه دي اللي كنت بقول لكم ده طلعت من على الشباك. طبعا يا جماعه الحمام لسه فائس وبايض زي ما انتم شايفين كده ومخنن. تعالوا بقى نشوف الصوت كان صوت اللي حصل. مبدئيا كده يا جماعه نروح عند الحمامه الزرقاء دي التكر الازرق ده اهو. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي فائس النهارده. شايفين القشره بتاعت الحمام بتاعته اهي مفقوسه كسرتها معاكم تمام اهي. شايفين يا جماعه انا ما اعرفش البتاع الاسود ده حله. يا النبي يا جماعه لو حد يعرف حل الشعران الاسود ده يقول لي تمام. طبعا وريت لكم قشره البيضه اللي هي بتاعته. طب دي قشره يا دكتور او دي قشره بيضه دي قشره بيضه رومي يا جماعه. كتكوت رومي من التركي بيضه كانت عندي الفرخه بيضاها. شايفين رومي اهو منقط مفقوسه طالعه ناشفه من امبارح كان في. طب الكتكوت فيها يا جماعه الكتكوت فيها انا مانيش لاقي الكتكوت.
طبعا انا كان الكتكوت شفته امبارح وكان بيصوصو وكان داير يتنطط تحت الحمامة، وكانت لسه الحمام طبعا يا جماعة الرومي ده قاعد تحت الحمامة 22 يوم، 22 يوم بالظبط انا حاطه وفقس ما شاء الله على 22 يوم. وتعالوا برضو اوريكم فينا زغليل، وحاطط انا هنا يا جماعة دي بيضة دي بيضة بطة بكيني، بيضة بطة بكيني حاططها جار بيض الحمام زي ما انتم ما شايفين كده. للناس اللي عايزة تعمل والله فقاسة مضمونة 100%، شايفين بس كتكوت طالع ناشف حقن في البيضة ولا اجدعها رومية مطلعة، لكن هو راح فيها يا جماعة العرسة كلته. ايوة العرسة كلته، هي دي بقى يا جماعة المفاجأة اللي ما تمتش. شوفت البيضة بتاعتي كده هفركها هنا، كان نفسي اوري لكم يا جماعة انا بفركها علشان الحمام بيحدق بقى يعني بياكلها. كان نفسي والله يا جماعة اوري لكم الكتكوت ده، بس انا بوصل لكم ان الحاجات بتفقس تحت الحمام، علشان الناس اللي بتسأل هل الحمام يفقس كتاكيت او بط او رومي او كده، يا جماعة بسم الله ما شاء الله والله بيفقس، ما بيقولش لا وبيرقد على البيض عادي جدا. اهم حاجة ان انت تظبط ميعاد البيض وتعرف كل حاجة هتحطها، هترقد كام يوم وهتقعد كام يوم. تمام، تعالوا بقى نطلع نتكلم عن الحمام ذات نفسه واقول لكم على العرسه دي، وحد يشوف لي ليها. الكتكوت الرومي يا جماعه ابن الفرخه دي وابوه الديك الاحمر ده، بس للاسف ملناش فيه نصيب. هتقول لي طب انت عرفت ازاي ان هو ان العرسه؟ هقول لكم، كلت لي البط قبل كده، وكنت انا مصور لكم فيديو على البط اللي اتاكل، انا كنت مصور لكم فيديو على البط اللي اتاكل في العشة الصغيرة اللي هناك دي، كان بط شرشيري صغير هي كلت كانت مخرمة بطن البطة، وساعتها انتوا اللي قلتولي ده هو البتاع ده اسمه ده العرسة اللي كلتها. بس فالحمد لله يا جماعة، وانتوا بقى جربوا ان انتوا ترقد البط بيض الطيور التانية تحت الحمام عادي، والله ما بيحصل له اي حاجة وبيخرج وبيفقس وبيبقى احلى طيور. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، اي حد عاوز اي حاجة ينزل يكتب تحت في الكومنتات. دمتم في امان الله ورعايته. دي كلها للطيور، هجيب لهم منين؟ ما انا مش هعرف ان انا اجيب الكميه دي كلها، فكان لازم ان انا ادخل معايا حاجه تساعد في العلف. ابقى اللي دخلته هو ده اللي هنشوفه دلوقتي في الفيديو، بس الاول هوريكم يا جماعه عشان الناس اللي بتسال، ده رومي تركي يا جماعه رصاصي، وده رومي تركي احمر ومش موجود عندي منه حاليا والله ولا كتاكيت.